بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين أمين. الباب الرابع عشر من الكتاب السابع عشر، كتاب النكاح، باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاه الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 63 بعد 503 آلاف، قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر، قال فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلس، يعني في ظلمة آخر الليل بعد الفجر، أي الغلس، يبقى الغلس اللي هي ظلمة آخر الليل بعد الفجر يسموها الغلس، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، يبقى صلاة الصبح صلوها في أول وقتها مع الظلمة، صلاة الغداة اللي هي صلاة الصبح بغلس صلوها بدري عن معادها شوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد حوالي 50-60 آية بعد الأذان، كويس، لكن في المرة دي عشان الغزو مع بداية الأذان صلى الفجر مع ركعتين سنة خفيفتين وانطلق عشان يستغل فوق ظلمة آخر الليل في أن يباغتهم فيقوم يحقن الدماء. يبقى النبي لما كان بيباغت يريد حقن الدماء حتى يقل القتلى، لكن لو كان أنذرهم يعد جيش والمسلمين بجيش ويكثر القتل ويستحر القتل وتكثر الدماء، فكان قتال النبي أساسا لحقن الدماء وليس للقتل، ليس الهدف في القتال القتل، هناك فرق بين القتال والقتل. شرع لنا القتال ومن في أثنائه قد يحدث القتل، لكن القتل ليس هو هدف القتال، ليس القتل وإراقة الدماء هو هدف القتال أو الجهاد في سبيل الله، زي ما حولوها الوقتي، حولوا الوقت الجهاد في سبيل إلى قتل مش قتال، وقتل مين؟ قتل المسلم المخالف لرأيه وجعلوها جهاد، والنبي مع الكافر كان يحب أن إيه؟ أن يحقن دمه، وكان يباغته من أجل حقن الدماء، وكان يوصي الناس بالأسرى، حتى ما يحصل أسير يوصيهم بالأسرى يقول لهم أطعموهم، درجة أن بعض الأسرى كانوا يجدوا بعض الصحابة يطعموهم اللحم والمرق ويأكلوا هم تمر وماء، لأن النبي أوصى بالأسير. فهذه المعاملة جعلت كثير من الأسرى تدخل في الإسلام لما رأوا هذه الرحمة، كل ده موجود في تاريخ المسلمين، لكن الوقت المسلم المعاصر تصرفاته لا تدل على هذا الجمال في الأخلاق، فصار صورة سيئة للدين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه اختار الغلس؟ حتى يباغت العدو فلا يستعد للقتال، فلا يستحر القتل ويكثر الايه؟ إراقة الدماء، وتنتهي تبقى حرب نظيفة، تبقى حرب نظيفة صلى الله عليه وآله وسلم. فهو كان في حربه رحمة. فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، يعني يركب خلفه الدب، رديفه يعني يركب خلفه في نفس الدب. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، كانت
خيبر شوارعها حواريها ضيقة. طريقة اليهود كده، تملي يعملوا الشوارع بتاعتهم ضيقة علشان تملي عايشين في خوف. فدي طريقة اليهود طول عمرهم. فلما النبي دخل في أزقة خيبر بقى الشارع ضيق لدرجة أما يمشوا دبتين جنب بعض يقوم الركاب رجليهم تحك في بعضها من كتر ما الشارع ضيق. خد بالك؟ يعني حتى ما يسعش سيارة بمفهوم هذا العصر. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في زقاق خيبر، والزقاق هو الشارع الضيق، يسموه الزقاق، شارع الضيق الغير متسع، في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. أو ده بيبين لك قد إيه ضيق الزقاق، يعني دبتين ماشيين جنب بعض وده راكب وده راكب بقوم رجليهم تحك ببعض من ايه، من ضيق الزقاق. وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ركبة مين؟ انس. وانحسر الازار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه، من حكة دي انحسر الازار عن فخذ النبي، فظهر جزء من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا استدل المالكية على أن الفخذ ليس بعورة مغلظة، فلو ظهر جزء منه في الصلاة لا تبطل الصلاة على مذهب المالكية. ورد عليهم الشافعية والأحناف ومن قالوا أن الفخذ عورة وأن الصلاة تبطل بظهوره، أن هذا حدث عفوا غير مقصود، لأن انحسر الإزار ولم يحسر هو الإزار، ده انحسر بسبب ضيق المكان، فالإزار هو اللي انحسر ولم يحسره هو النبي، هو اللي حسره. فهمت ازاي؟ فليس لا يدل على أنه ليس بعور. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده عند الشافعية العورة من الركبة إلى السرة، فالفخذ يدخل في العورة. والمالكية عندهم القبل والدبر دي عورة مغلظة، إذا ظهرت العورة المغلظة في الصلاة بطلت الصلاة عندهم. طب ولو ظهر غير المغلظ اللي هو بقية المسافة من السرة للركبة، يأثم ولا تبطل صلاة، يأثم ولا تبطل صلاة، واخد بالك كده؟ لكن مش تبقى سهلة، تبقى آثم بس لا تبطل صلاة، لأنها غير مغلظة. ده مذهب مين؟ الملكية. طب ومذهبنا احنا والجمهور؟ قالك تبطل صلاة لو ظهر جزء من فخذي أثناء الصلاة تبطل صلاة. عشان كده ناخد بالنا من الناس، بعض العمال بيشتغل ويبقى ايه البنطلون بتاعه مقطوع عند فخذي ويجي يصلي بيه خطأ، يعمل له بنطلون للصلاة مخصوص، واخد بالك ليه؟ علشان لما يجي يصلي تبقى صلاته صحيحة. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها 3 مرات. استدل العلماء على استحباب التكبير عند ملاقاة العدو، وعشان كده كان شعار المصريين في حرب 6 أكتوبر إيه؟ الله أكبر تكبير، ودي سنة، واخد بالك؟ يبقى التكبير يسن عند ملاقاة العدو، بيدي قوة وبيدي بركة وبينزل الملائكة. وكمان التكبير له سر في اطفاء النار، يعني لما تلاقي نار ولعه بدل ما تطلب المطافي اطلب المطافي، وعلى ما تيجي المطافي تقعد تكبر، بتلاقي النار ايه تضعف وقد تخمد بالكليه. قال الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين، قالها 3 مرات،
قال وقد خرج القوم الى اعمالهم. فلاحين بيخرجوا مع بدايه النهار، اهل خيبر دول فلاحين بيزرعوا الاراضي، وعاده الفلاح بتاع زمان مش بتاع اليومين دول بعد التلفزيون، فلاح اليومين دول بينام لما يصحى الساعه 10 خلاص الحكايه باظت، لانه كمان الارض اللي بيزرعها بناها ما بقاش بيزرع، بقى عايش كده يتلطع ويتنطع، حتى الخبز بتاعه يروح يجيبه من الطابونه مش يخبزه، كان زمان الفلاح يخبز في بيته. فبوظوا لنا بلادنا للاسف، اساءوا اداره البلاد ومؤامرات خارجيه وداخليه، حتى حولت مصر الى بلد بتتكفف الخبز بعدما كانت توزع القمح على جميع العالم. الحرب العالميه الثانيه اوروبا لم تزرع سنبله قمح واحده، وكل القمح اللي اكلته اوروبا كان قمح مصر في سنين الحرب العالميه الثانيه. فضلوا ورا مصر لما خربوها، لما بقت تتكفف العالم وتشتري القمح، اكبر مستورد القمح في العالم مصر. شيء عجيب. فربنا ينجينا من المؤامرات دي. فهم الفلاحين عادتهم ان هم يمتدوا عملهم مع بدايه النهار. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ في الحديث بيحكي سيدنا انس بيقول وقد خرج القوم الى اعمالهم. فقالوا محمد والله، يعني فوجئوا بقى ان شافوا رسول الله والجيش. فقالوا محمد والله، قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا محمد والخميس، يعني والجيش، والخميس يعني والجيش. قال واصبناها عنوة، يعني فتحة خيبر ايه؟ عنوة يعني بالقوة، يبقى الفتح بالعنوة يعني قوة، ولما تفتح عنوة يبقى ما يحصلوا عليه يسموه غنيمة. طب ولو فتحت استسلاما يسموه فيء، يبقى الفيء ما جاء باستسلام العدو، والغنيمة ما جاءت بعد قتال العدو، خدت بالك؟ وأصبناها عنوة يعني قهرا. وجمع السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي. دحية الكلبي كان من أجمل الصحابة صورة، حتى إن سيدنا جبريل كان لما يأتي في صورته. فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي. فقال اذهب فخذ جارية، على أساس إن هتبقى نصيبه بعد القصد يمكن جارية أو أكثر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب نقيلك وحدك، اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، صفية بنت حيي دي بنت زعيم القبيلة، بنت زعيم قومها، أعلى واحدة في السبي. أم سيدنا دحية لما دخل خد أعلى واحدة، النبي بيقول له خد واحدة يعني وخلاص، راح نقى أعلى واحدة، واخد بالك؟ ويبدو أن ستنا صفية كان اسمها زينب، وبعدين لما النبي اصطفاها لنفسه فسميت صفية، لأن النبي بعد كده أخذها من دحية واصطفاها لنفسه، فسميت صفية لاصطفاء النبي له. النبي كان يحب ما يكسرش خاطر من يحاربه، بخلاف الملوك، الملوك تمام لما يحاربوا حد يحبوا يذلوه، لكن النبي ملك، النبي مش ملك، عشان كده الناس شعروا ان حرب النبي دي مش ده مش ملك، دي نبوة، لانه ما كان يدخل ويفتح قوم وينتصر على قوم كان لا يذلهم. فالنبي اراد ان هو يكرمهم، فخد بنت زعيم القوم بدل ما يديها علشان يذلهم لأضعف واحد من المسلمين، خدها هو لنفسه عشان يرفع قدر القوم اللي هم هزمهم، فيرفع قدرهم مش يذل انفهم. شفت طريقة الفرق بين نبي بيحارب وبين ملك بيحارب. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنضير. دحية من عوام المسلمين، وخد بنت سيد هؤلاء القوم، بنت رئيس الملك بتاعهم، خدت بالك؟ ما تصلح إلا لك، بنت الملك تبقى ايه؟ للنبي، علشان تبقى الحكايه ماشيه مناسبه كفاءه. ما تصلح الا لك. قال ادعوه بها. ام ايه سيدنا رسول الله قال ايه؟ نادوا دحيه وصفيه معه، ادعوه بها. قال فجاء بها، فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جاريه من السبي غيرها.
قال: وأعتقها وتزوجها. أعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. كل ده تأليف لليهود، لأن اليهود عندهم كمان إيه صفة النبي في التوراة، يوم علماءهم ما يكتموهاش، لكن برضو اللي مكتوب عليه الكفر مكتوب عليه الكفر، ما عملت معاهم، اللي مكتوب عليه الكفر مكتوب عليه الكفر. ربنا ينجينا. وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة. يبقى اعتقها ده نوع تكريم زائد برضه، حتى لا يذلها بالرق، وهي بنت زعيم قومه. شفت النبي كيف كان يسوس الناس بطريقه ما تذلش حد، عشان كده حتى اعدائه كانوا يحبوه صلى الله عليه وسلم، حتى اعدائه اللي كانوا كفروا حتى بدعوته كانوا يحترمونه ويحبونه ويجلون قدره صلى الله عليه وسلم. فلما نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جاريه من السبي غيرها. قال: واعتقها وتزوجها. العجيب ان صفيه دي كانت شايفه رؤيه قبل كده، ان ايه وقع القمر في حجرها وهي ايه نايمه، عندها كان 16 سنه، فشافت ايه الرؤيه دي، حكيتها لابوها، ابوها عالم من علماء اليهود، فراح لطمها وقال: والله لئن صدقت النبوءه لتتزوجي اشرف العرب. شوف فهم تأويلها على طول. فسبحان الله بعدها صارت زوجة لنبينا صلى الله عليه وسلم لما شافت الرؤية. وقال لي أشرف العرب، لأن التوقيت الزماني للعرب بالقمر، فالقمر رمز العرب، إنما توقيتهم هم كانوا بالشمس. شفت الرؤى لها رموز، فلما شافت القمر ما شافتش الشمس، يبقى القمر شافت من يتخذ القمر توقيتا، مين؟ العرب. وقع في حجرك يبقى سيد العرب. فهم على طول تأويل الرؤى، لأن علم الرؤى ده ليه تأويل، ليه علم تاني. فكانوا علماء يعني، بالرغم كفرهم كانوا عندهم علم، فكفروا بعلم. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وأعتقها وتزوجها. في رواية تانية غير في صحيح مسلم إن النبي إيه اشتراها منه بسبعة أرؤس، بسبع رؤوس، يعني خدها منه وقال: خذ بدلها السبعة دول، لأن طبعا الحاجات دي بتقيم بقيمة، لأن كانت السبي كان كالبضاعة، واخد بالك؟ ممكن تلاقي عبد واحد ثمنه بثمن 10 عبيد، زي انت دلوقتي ممكن تشتري عربيه ماركه معينه ثمنها يجيب لك بدلها 10 عربيات ماركه ثانيه، فاهم؟ فنفس الحكايه. وتزوجها. فقال له ثابت: يا ابا حمزه، ما اصدقها. ثابت البناني زوج بنت انس بن مالك الراوي، قال: يا ابا حمزه، كنيه سيدنا انس حماه. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها. مش كفاية أنه أعتقها بلا مقابل، هي لو كانت هتشتري نفسها من النبي هتدفع قد إيه؟ هتدفع كتير، فاعتبر ما تدفعه مقابل إيه؟ مهرها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. طبعا هو ايه تركها عند ام سليمة حتى تستبرئ، يستبرئ رحمه، لان لابد من الاستبراء قبل الدخول. فمكثت عند ام سليمة حتى حاضت حيضا، واستبراء الامة ايه؟ ان تحيض حيضا. وطهرت منها، فلما طهرت منها ايه اعدتها ستنا سيدتنا ام سليمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جهزتها له، زوجتها يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. يبقى دخل بها ليلا، وإحنا قرينا بالأمس إن دخل بستنا عائشة نهارا، فدل على أن وقت الدخول يجوز نهارا ويجوز ليلا. فاكرين أنتوا بالأمس لما قرأنا؟ فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. النبي عايز يعمل وليمة، وكان لسه جاي من حرب، فإيه فبإدلاله على الصحابة قال: كل واحد عنده شوية حاجة يجيبها عشان نعمل وليمة صفية.
وده دليل انه جوازي ادلال الرجل على اصحابه، وان يجوز ويستحب ان الجيران والاصدقاء يعاونوا العريس في طعام الوليمة كمان، مش يروحوا ياكلوا بس، يساعدوه برضو يجيبوا حاجة معاه، فاهم؟ فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. قال: وبسط نطعا. بسط نطعا يعني فرش، النطع اللي هو ايه؟ المفرش، الجلد، مفرش جلد كده، بساط من جلد، والمصريين يقولوا عليه نطع، نطع، حتى ما يشتم واحد يقول له يا نطع، مش كده برضه؟ دي شتيمة مصرية فصيحة، معناها يعني ايه؟ يعني كأنك انت قطعة جلد كده تطأ بالأقدام، يعني بيحتقروا. طبعا ما يصحش تقول كده لأخوك، بس أنا بفهمك الشتيمة الأول وبعد كده ما تستعملهاش، لكن هي معناها كده، يقصد احتقار، واخد بالك؟ وهذا لا يليق بمسلم يحتقر إنسان. النبي كان لا يحتقر شيء صلى الله عليه وسلم، لأنه كل من عند الله، فكان إيه؟ يوقر ويحترم كل شيء صلى الله عليه وسلم. لكن على أي حال هي لغة فصيحة استخدمت في الشتايم، واخد بالك؟ نطع يجوز بفتح النون وتسكين الطاء لغة، وده استختيار المصريين، ويجوز أيضا بفتح النون والطاء نطع، واخد بالك؟ ونطع يجوز فيها ايه الطاء، يعني ايه تسكنها وتفتحها، ويجوز تكسر النون تقول نطع، كل دي جائز للغة، اللغة واسعة، واخد بالك؟ والافصح هي بكسر النون وفتح الطاء نطع، واخد بالك؟ دي الافصح يعني. قال: وبسط نطعا، بساط من جلد يعني، علشان الناس تجيب الطعام تحطه تكومه في العين على المفرش ده. قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط. الأقط اللي هو اللبن المجفف، لبن مجفف زي اللبن البودرة دلوقتي، بس كانوا هما يجففوا اللبن ويعملوه زي العجينة ويجففوها كده، سموه الأقط. فجعل الرجل يجيء بالأقط، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا. الحيس اللي هو ايه؟ خليط من التمر والسمن ولا ايه؟ والأقط واللبن يعني، خدت بالك؟ يعني لبن على تمر على سمن، تحطهم مع بعض خلطة كده يسموها حيس. حاسوا حيسا. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الخميس الجيش، ما هو سموا الجيش خميس ليه؟ لانه بيتكون من خمس ايه اجزاء: المقدمه والمؤخره والميمنه والميسره والقلب، فسموه خميس عشان مكون من خمس ايه فرق، خدت بالك؟ سموه الخميس عشان كده. وعن ابي قال، في راي ضعيف على فكره، قالوا سموه الخميس علشان الغنائم تخمس، بس هذا خطأ، لأن الجيش اسمه الخميس حتى قبل نزول الشرع الشريف بتخميس الغنائم، فهمت ازاي؟ فده قول ضعيف، ما لا لا تعيره، لا قد تقرأه، لكن ده ضعيف. الراجح أنه اسمه الخميس عشان مكون من خمس ايه فرق: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. وعن أبي قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس حاء قال: وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس حاء قال: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن حبحاب عن أنس حاء قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعا عن سفيان عن يونس ابن عبيد عن شعيب بن الحبحاب
عن أنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وفي حديث معاذ عن أبيه تزوج صفية وأصدقها عتقها. صفية كانت أسلمت، النبي لم يتزوج امرأة غير مسلمة أصلا. صفية أسلمت بسبب إيه؟ قبل فتح حتى خيبر، كانت وهي صبية قبل فتح خيبر سمعت أبوها، سمعت أباها وعمها قاعدين مع بعض، والاثنين كانوا من علماء اليهود، فبيقولوا البعض بيتكلموا على سيدنا محمد، بيقول له أهو هو، يعني اللي مكتوب في التوراة؟ قال نعم والله إنه لهو هو. قال وماذا تقول فيه؟ قال لا أؤمن به أبدا. فهمت إزاي؟ ليه؟ علشان الرياسة، يعني عارف إن هو النبي. ستنا صفية كانت نايمة، عاملة نايمة، لكن سمعاهم بيتكلموا وكانت متغطية، فلما سمعت كده عرفت إن ده النبي حق. فأول ما جاء حاصر خيبر أسلمت هي، فهم؟ فلما وقعت في الأسر كانت مسلمة. فهمت الحتة دي؟ دي نقطة مهمة، لازم تفتكر إن النبي عقد على إيه؟ على وإن كان يجوز، لكن النبي لم يعقد على امرأة إلا مسلمة. حتى ماريا القبطية التي تسرى بها أسلمت في الطريق اللي جاي من مصر، ثم تسرى به، يعني لم يتسرى بكافرة وخد بالك أصلا. فدي نقطة مهمة ناخد بالنا منها. أصلها زوجة النبي هتبقى أم المؤمنين، فمش معقول تبقى أم المؤمنين وتبقى على غير الإسلام، لأن دي مرتبة عالية. فهمت؟ فالنبي كان لا يتزوج إلا مسلم، وإن كان الشرع يجيز له أن يتزوج الكتابية، لكن النبي لم يستخدم كل ما أجازه له الشرع، واخد بالك؟ لأن له مقام وكرامة معينة كان لابد أن يراعيها صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي للمسلمين بأم المؤمنين وتبقى على غير الإسلام. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. وده سبق قبل كده قرأناه في كتاب الإيمان، يعني الذي يعتق جارية عنده أما يعني ملك يمين يعتقها ويربيها ويحسن تربيتها ثم يتزوجها له أجران، أجر التربية وحسن التربية وأجر العتق. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة. أبو طلحة ده زوج أم أنس ابن مالك، زوج أم أنس ابن مالك، لأنه تزوج أم سليم اللي هي إيه؟ الرميثاء بنت ملحان اللي هي أم سيدنا أنس. قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم. الفؤوس معروفة اللي هي آلات الزراعة، الفأس، ومكاتلهم جمع مكتل، والمكتل اللي هو القفة بلغة المصريين أو الزنبيل، عارف القفة؟ قفة كده حاجة كده تلاقي لها ودنين اتنين يشيلوها مع بعض كده يضعوا فيها الأشياء، اسمها قفة اللي هي المكتل، اللي تسميها الوقت شوال سميها شوال، بيعملوها الوقت بقت شنطة بلاستيك، واخد بالك؟ كل حاجة حسب بقى كل حاجة، لكن في الآخر تبتدي وتنتهي هي قفة وخلاص. وساعات يسموها زكيبة، ساعات يسموها ايه؟ زكيبة. كل دي أسماء لحاجة واحدة، أصل العرب عندهم الحاجة الواحدة يعملوا لها ايه؟ كذا اسم، طريقتهم كده لغتهم بقى وبيحبوها، يقوم يسموا لك الحاجة الواحدة أسماء كتير. يبقى مكاتلهم جمع مكتل وهو الزنبيل او القفة، ومرورهم جمع مر وهو المجرفة، مرورهم مساحيهم وايه ومجارفهم، يعني ادوات الزراعة بتاعتهم واخدينها والمواشي ورايحين يزرعوا، ففوجئوا
ولو وجدوا جيش النبي جاي تمام صلى الله عليه وسلم. فقالوا محمد والخميس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وهزمهم الله عز وجل. ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. قال وأحسبه. قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن. فحصت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع، جمع نطع. فحصت يعني حفرت، يعني حفروا في الأرض كده شوية حفر علشان لما يحطوا المفرش ويحطوا الأكل يقوم الأكل ما يسحش على الأرض، فاهم؟ عمل حفر كده في الأرض عشان لما يحط المفرش، يحط المفرش النطع ده يدخل في حفر، فما يجي يصب سمنة يحط يوم ايه لا يقع وايه ويسيح على الارض. ادي معنى فحصت الارض افاحيص، يعني حفر صغيرة يوضع فيها الانطاع اللي هي المفارش دي. فحصت حفرت الارض افاحيص، جمع افحوصة وهي الحفيرة الصغيرة يعني. وجيء بالانطاع فوضعت فيها، وجيء بالأقط والسمن والسمن، فشبع الناس. قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. يعني هل النبي اتخذها ملك يمين ولا اتخذها زوجة بقى مش عارفين، واخد بالك؟ فلما أراد أن يركب حجبها، فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها. فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا، يعني إيه لما قرب من المدينة، كان النبي بيحب المدينة، أول ما يقرب من المدينة يقوم يسرع عايز يخشها صلى الله عليه وسلم. فعثرت الناقة العضباء، الناقة العضباء إيه وقعت كعبلت، وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سقط. عين اليهود بقى حسدوه، حسدوا النبي، فتح خيبر ورجع منتصر وخد كمان بنت زعيم القوم وتزوجها، حسد، والحسد وارد، واخد بالك؟ فلما ايه فالعضباء دي ما كانتش تقع ابدا، سبحان الله، عين الحسود دي مش سهله، فراحت وقعت العضباء والنبي ايه وقع من فوقها هو وسيدتنا صفيه، حتى جحشت ايه ركبته وقعد ايه يبول واقفا مدة صلى الله عليه وسلم، بسبب ايه؟ ان ركبته حصل فيها زي نوع من الجزع صلى الله عليه وسلم، وبال واقفا في سباطة قوم بسبب ايه؟ ألم في مئبضيه، يعني خلف الركبة. أحاديث تجمعها مع بعضها يعني. المهم هنا يا سيدي، فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله، يعني سقط من فوقها، وندرت يعني هي ستنا صفية، فقام فسترها وقد أشرفت النساء. فقلنا أبعد الله اليهودية. قالوا ياه ده اليهودية دي وشها وحش على النبي، وقع هو والنقل. طريقة العرب بقى بيعمل ايه؟ الناس كده، الناس بتتكلم كتير، كلام الناس كتير. فقلنا أبعد الله اليهودية. قال قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي والله لقد وقع. قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما، وكان يبعثني فأدعو الناس، فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا، فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم، كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولون بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث، فلما رأياه قد رجع قام فخرج، فوالله ما أدري أنا أخبرته
أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا؟ فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسكفة الباب، عتبة الباب يعني، أرخى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هنا آية الحجابين، واخد بالك؟ وده القصة دي كانت في قصة مين؟ زواجه بزينب قبل فتح خيبر، وعلشان كده في خيبر ضرب الحجاب على ايه؟ صفية. فهمت ازاي؟ فهو بيجيب لك قصة ايه؟ نزول الحجاب، عشان الحجاب ضربه على صفية، دل على ان الحجاب قد نزل قبل فتح خيبر. فهمت؟ يعني انتقل من حكايته على زواجه بصفية الى زواجه بزينب قبل صفية، حيث نزل الحجاب بسبب ايه؟ عند تأخر الرجال في الوليمة عند في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ايه؟ الناس قاعدة تأكل والنبي صلى الله عليه وسلم يلاقهم اطالوا الكلام، خلصوا اكلوا قاعدين يكلموا مش عايزين يروحوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لقاهم قاعدين خرج يمر على زوجاته الاخريات يسلم عليهم، فراح مر على زوجاته يسلم عليهم، رجع لقى رجلين لسه قاعدين، فراح واقف على ايه؟ على عتبه الباب، فلما لاحظوا ان النبي مش عايز يدخل وهم جوه خرجوا، فنزلت ايه الحجاب اللي هي ايه؟ ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منه. والحديث قريناه في البخاري قبل كده وشرحناه شرح وافي نفس الحديث ده. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس حاء قال وحدثني به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال حدثنا أنس قال صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها، قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد. الرواية الثانية قالت سبعة، مش كده برضو؟ سبعة أرؤس. فأعطاه بها ما أراد، ثم دفعها إلى أمي اللي هي أم أنس، فقال أصلحيها. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. يبقى إيه؟ دل على أن الوليمة ممكن أن تؤدى قبل الدخول أو بعد الدخول. الوليمة هنا كان بعد الدخول، فيجوز وليمة العرس أن تكون قبل الدخول أو بعد الدخول. المصريين دلوقتي بيعملوها قبل الدخول، في ليلة الدخلة يجمع الناس ويعمل حفلة ويأكلهم وبعدين ياخد العروسة ويروح، فبيعمل الوليمة قبل الدخول، عادة المصريين الوقت كده، لكن يجوز انه يأخرها، يخليها تاني يوم او بعدها بيومين، يجوز هذا، يعني يجوز الوليمة تكون بعد الدخول او قبل الدخول مباشرة. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال فانطلقنا حتى اذا رأينا جدر المدينة هششنا اليها، يعني ايه؟ نشطنا اليها. اول ما شاف ان المدينة قربت هششنا، يعني نشطنا، يعني بقوا ايه؟ يسرعوا. هششنا اليها فرفعنا مطينا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته. قال وصفية خلفه قد اردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت، يعني وقعوا يعني. قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. شوف الأدب بقى بتاع الصحابة. قال فأتيناه فقال لم ندر، يعني ما حصل خير، يعني لم ندر يعني لم يصبنا سوء، بيطمن الناس لم ندر.
قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعته. خدام زوجات النبي شايفين بقى النبي جاي بدرة جديدة، فطبعا كل واحدة متحمسة لمن تخدمها، فايه فطالعين بقى ايه فرحانين انها وقعت علشان يعني ايه شمت. في طبائع البشر، طبيعة البشر كده، واخد بالك ان الضرائر بتغير من بعضها البعض، فهمت ازاي؟ فدي طبائع بشرية بقى، مش معنى كده ان يعني كده بقى سنة ان احنا لا لا، دي طبائع بشرية، يحكي الطبائع البشرية، فاهم؟ ده احسن تقول ايه ده الشماتة دي سنة وردت في صحيح مسلم. يا عم اقرا الحديث وافهم. فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها. ونقف على باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وقف عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.